Assalamualaikum. YouTube. دناش شوية دناش. هاوليك الحيط هذاك اللي كان فيه شوية بلاط خلط بلاط ميت هبط وقعد البلاط اليابس لاصق فيه. هاوليك مازال برك البروساج بلا بروس ميتاليك. دوك كاين بزاف يعني الناس تفلسف في الامور هذه تاع الترميم تقول لك انا نقدر ندير البلاط فوق بلاط ميت. حبيبي تشفى الباتيمون تاع الباريزيان هاك هبط ريبوه الباريزيان تاع اودا ريبوه كانت باتيسي من تحت على باريزيان جاب بيترا فيلميني انا ما تفلميش الحال فيلميني انا جاب بيترا ما عرفش يدخل له عباك هو تحت في ريتشوسي الحانوت تاع باريزيان نحابيلي على جنب بيترا نتاعو كبير نحابيلي الباتيمون مالت ما كاش ما فيش ترميم هذا البيلي لا طاح ولا ما فيش ترميم الى طاح الى البيلي تقاس باتيمو هذيك ولا البنايه ولا تهبط ما كاش ما فيش ترقيع البيليات والساس ما فيهمش ترقيع الى دا الضربه وتنحى وسيبليتو ومالت الباتيمو ولا البنيان ولا يعني عامه البنيان الى مال بسبب بيلي مقيوس لازم البنيان يحبط نفس الشيء هنا بالنسبه لترميم الجبس الميت انت تروح ترمم جبس حي فوق الجبس ميت ديما كاش منها كاع وين راح لا ديرونس تاعو البلاط البلاط لا كاع ديرو حي وين راح كيفاش راح يلصق مع الحيط كيفاش راح يلصق مع الحيط هكاك تلصقو مع البلاط الميت يولي وحدو وحدو يطيح ما يشدش اذا لابد من عمل ترميم محترف تنحي البلاط الميت على اخره الحبيبات المتبقيه على لارينور تاع البريك تحبطها كذلك بلا بروس ميتاليك تحبطها حتى يولي يبان اللون البني تاع البريك تشمخ وتواسي البلاط الجديد ما تجيش تحوس عليه ما تجيش تحوس عليه اطلاقا اذا اعجبكم هذا الفيديو فضلا وليس امرا دعمنا باعجاب واشترك في القناة واضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسى المشاركة والبرتاج مع الأصدقاء والأحبة واكتب رسائل وشجعونا واللي ما تفهمش حاجة كذلك اكتب رسائل جابوه على كامل انشغالاتكم سلام يا نزل.